هاي. تظاهر هو تعبير عن الرأي لتحقيق مطلب ويعتبر من أشكال المشاركة السياسية. التظاهر بيتم بشكل جماعي ولازم يكون منظم وأهدافه محددة. أول مظاهرات بالعالم هي المظاهرات الفرنسية خلال الثورة يلي حررت سجن الباستي وسقطت الملك لويس السادس عشر، وثورة السود للمساواة، وثورة الرعاة بمصر أيام الاحتلال الروماني بالزمالك. موسوعة جينيس العالمية بتعتبر المظاهرة ضد الحرب بالعراق يلي انطلقت من روما سنة 2003 هي أكبر مظاهرة بالتاريخ، لأنه توزعت على 600 دولة بالعالم. أول مظاهرات يلي صارت بلبنان كانت بخمسينات القرن 18 أيام ثورة الفلاحين يلي انعرفت بثورة طانيوس شاهين ضد الإقطاعيين. مين قال إنه حق التظاهر مكفول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقوانين الدول بشرط يكون سلمي وحضاري؟ أنا قال. شوفكم بكرة.